من المملكة العربية السعودية تقدم فقه الأسماء الحسنى. برنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، تنفيذ عبد المجيد محمد يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاشر المستمعين، إن من القواعد المفيدة في باب فقه الأسماء الحسنى أن أسماءه الحسنى سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف، والوصف بها لا ينافي العلمية، فهي أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل، وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منها على معناه الخاص. فالحي، العليم، القدير، السميع، البصير، الرحمن، الرحيم، العزيز، الحكيم، كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله عز وجل، لكن للحي معنى خاص، وللسميع معنى خاص، وللبصير معنى خاص. فالحي يدل على صفة الحياة، والسميع يدل على صفة السمع، والبصير يدل على صفة البصر، وهكذا. فهي بهذا الاعتبار متباينة لدلالة كل اسم منها على معناه الخاص. والأدلة على اشتمال أسماء الله الحسنى على المعاني والأوصاف كثيرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وثبوت معنى الكمال قد دل عليه القرآن بعبارات متنوعة دالة على معان متضمنة لهذا المعنى. فما في القرآن من إثبات الحمد له وتفصيل محامده وأن له المثل الأعلى وإثبات معاني أسمائه ونحو ذلك، كله دال على هذا المعنى. انتهى كلامه رحمه الله. وأبرز هذه الأدلة معاشر المستمعين ما يلي: أولا، أن الله وصف أسماءه بأنها كلها حسنى، أي بالغة في الحسن تمامه وكماله، لاشتمالها على أوصاف الكمال ونعوت الجلال، ولو كانت أعلاما جامدة غير دالة على معاني لم تكن حسنى. ثانيا، إخبار الله عن نفسه بتفرده بالمثل الأعلى في قوله: ولله المثل الأعلى، وقوله: وله المثل الأعلى. قال ابن كثير رحمه الله: ولله المثل الأعلى، أي الكمال المطلق من كل وجه وهو منسوب إليه. وذكر ابن القيم رحمه الله من جملة المعاني التي يفسر بها المثل الأعلى ثبوت الصفات العليا لله سبحانه وتعالى. ثالثا، ما ورد في القرآن من إثبات الحمد له سبحانه وتفصيل محامده. فمن أسمائه سبحانه الوهاب، ومن تفاصيل محامده في القرآن قول الله تعالى: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. ومن أسمائه سبحانه الخالق، ومن تفاصيل محامده في القرآن قوله سبحانه: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. ومن أسمائه سبحانه القدوس السلام، ومن تفاصيل محامده في القرآن قوله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ومن أسمائه الملك والعليم، ومن تفاصيل محامده في القرآن قوله تعالى: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير.
يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. رابعا، أن في القرآن إثباتا لأسماء الله وإثباتا للصفات التي دلت عليها تلك الأسماء، فسمى جل وعلا نفسه العزيز ووصف نفسه بالعزة في قوله فلله العزة جميعا، وسمى نفسه العليم ووصف نفسه بالعلم في قوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقوله فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، وسمى نفسه القوي ووصف نفسه بالقوة في قوله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وسمى نفسه الرحمن الرحيم وصف نفسه بالرحمة في قوله تعالى وربك الغفور ذو الرحمة، وسمى نفسه الحكيم ووصف نفسه بالحكم في قوله تعالى له الحكم وإليه ترجعون، وقوله ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، وسمى نفسه القدير ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بأن له قدرة كما في دعاء الاستخارة اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، وفي قوله في الدعاء الآخر اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، وسمى نفسه البصير ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بأن له بصرا بقوله إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. خامسا، أن في القرآن إثباتا لأسماء الله وإخبارا من الله عن نفسه بأفعال تلك الأسماء، والأفعال أحكام للصفات فثبوت الفعل دليل على ثبوت الصفة، فسمى نفسه السميع وأخبر عن نفسه بالفعل الذي يقتضيه هذا الاسم في قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، وقوله إنني معكما أسمع وأرى، وسمى نفسه العليم وأخبر عن نفسه بالفعل من ذلك في قوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وقوله إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، وقوله ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، وسمى نفسه الغفور وأخبر عن نفسه بالفعل من ذلك فقال ألا تحبون أن يغفر الله لكم، وقوله قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم، وقوله وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، وسمى نفسه الرحيم وأخبر عن نفسه بالفعل من ذلك بقوله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، وقوله يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. سادسا، أنه تبارك وتعالى سمى نفسه في القرآن بأسماء ثم نزه نفسه عما يضاد ما دلت عليه من الصفات، فسمى نفسه الحي القيوم ونزه نفسه عن السنة والنوم المنافية لكمال حياته وقيوميته بقوله لا تأخذه سنة ولا نوم، وسمى نفسه القوي ونزه نفسه عن اللغوب وهو التعب وعن أن يؤوده أن يثقله حفظ السماوات والأرض لمنافاة ذلك لكمال قوته بقوله وما مسنا من لغوب، وقوله ولا يؤوده حفظهما، وسمى نفسه العليم ونزه نفسه عن الغفلة والنسيان لمنافاة ذلك لكمال علمه بقوله وما الله بغافل عما تعملون، وقوله وما كان ربك نسيا، وسمى نفسه الغني ونزه نفسه عما ينافي كمال غناه بقوله وهو يطعم ولا يطعم، وقوله ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، والأمثلة على هذا كثيرة، والقاعدة في هذا الباب مضطردة أن كل ما نفاه الله عن نفسه ونزه نفسه عنه
فهو متضمن لثبوت كمال ضد المنفي لله تبارك وتعالى. سابعا، ورد في السنة أحاديث مشتملة على إثبات المعاني والصفات لأسماء الله الحسنى، كقوله صلى الله عليه وسلم في دعاء النوم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، وقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه عندما سأله أن يعلمه دعاء يقوله في صلاته وبيته، قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، إلى غير ذلك من الوجوه الدالة على أن أسماء الله أعلام وأوصاف، وأنها ليست أعلاما محضة وأسماء صرفة ليست دالة على معاني، بل كلها أسماء حسنى متضمنة ثبوت أوصاف الكمال ونعوت الجلال والجمال للرب عز وجل على الوجه اللائق بجلاله عز شأنه وتعالى جده. وبهذا تنتهي هذه الحلقة، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه الأسماء الحسنى، الأسماء الحسنى، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، تنفيذ عبد المجيد محمد.